اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده هنعمل كبده بدبس الرمان والسنوبر، وهنعمل كمان بروكلي مقلي، وهنعمل فشار بالجبنه والزبده. تعالوا نشوف مقادير البروكلي والكبده ونشوف هنبتدي بايه الاول. اول حاجه هنبقى محتاجين بروكلي سلقينه، وجبنه بارميجان، وبودره بصل وثوم، وبيض وبقسماط، ومعايا ملح وفلفل وشويه بهارات. الكبده بقى هتبقى كبده شرايح، معاها دبس رمان وكمون وزبده وفلفل سبايسي شويه وسنوبر متحمر او مقلي. اول حاجه هعملها هحط الكبده تستوي عقبال ما نعمل البروكلي، نحطها كده. هجيب طبق كده هتبل الزبده بشويه توابل وفلفل اسود وملح بسيط، واحط على الكبده دي ثوم مفروم بس في الاخر خالص. هنزل كده الكبده وافردها خالص. يبتدي بقى نشوف البروكلي هنعمل ايه. هنحط شويه كده من البصل البودره، وهنا كمان وهسيب الشويه دول. هحط ثوم بودره، وهنا كمان وهسيب الشويه دول. وطبعا فلفل اسود وملح. والخبط كده البقسماط مع البهارات اللي انا حطيتها، ممكن نحط شويه كمان، مع بودره الثوم والبصل، مع جبنه بارميجان، بتدي طعم حلو جدا جدا جدا. ألخبط كده البروكلي. اتاكد ان كل البروكلي فيه بيض عشان بس يمسك معايا، وفي القلي يبقى ما يفكش مني. دي مثلا تمام. ابتدي كده احط البقسماط،
نبص كده على الكبدة. نشيل دول قبل ما يتحمروا زيادة. طعمه أصلا بيبقى لطيف جدا وحلو جدا للأطفال بالذات اللي مش بيحبوا البروكلي والحاجات الخضرة دي، ان احنا نغطيها ونعملها لهم بانيه كده عشان ايه ياكلوها. دي كمان حط دي. ايه رايكم بقى نطلع فاصل نكون خلصنا بقيه البروكلي وكمان الكبده تكون استوت ونرجع نكمل بقيه وصفاتنا؟ خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. انا خلاص قليت البروكلي، اخر خطوه بقى هعملها ان انا هرش عليه الجبنه البارميجان دي. مش قادره احكي لكم الطبق ده مفيد ازاي وحلو جدا جدا للاطفال ان احنا نعمله، عشان في ناس كتير البروكلي فعلا مش بيستخدموه غير مع الشوربه والسوتيه بس، فده هنعمله للاطفال مفيد جدا في بيض وفي جبنه وفي بروكلي. كده خلصنا الطبق البروكلي بتاعنا. الكبده بقى فاضل نحط عليها بودرة الثوم والبصل وشوية صغننين من الكمون ونقلب كده. انا مش قادرة احكي لكم ريحة الكبدة حلوة ازاي، حلوة جدا. بس اخر خطوة هعملها هستنى عليها شويه بعدين اعملها. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل فشار بالجبنه. نجيب الحله اللي هنعمل فيها الفشار، هنحط زيت حبه صغيرين والباقي زبده. طبعا انا عامله الخلطه دي اولا فشار مفيد جدا للاطفال، بلس ان الزبده هتديهم كالسيوم، فعشان كده عايزه احط لهم الاثنين مع بعض. الفشار كمان قبل سن 5 سنين بيعلي نسبه الذكاء عندهم، فهو كويس مع الزبده هيديهم كالسيوم ويعلي نسبه الذكاء. نبتدي بقى احط الزبده. خليها كده لحد ما تسخن. ابتدي بقى احط الصنوبر ودبس الرمان. الاكله دي احنا دايما بناكلها بره في المطاعم اللبناني بالكبده دي او كبده الفراخ، وبيبقى سعرها غالي جدا، فاحنا ممكن نعملها في البيت وطبعا بسعر اقل بكتير. بس اخر خطوه بقى هحط الفلفل. طبعا اللي مش عايزها حراقه قوي ممكن يشيل الخطوه بتاعه الفلفل او يحط فلفل رومي صغير. بس هسيبها كده. هحط هنا بقى ملح معلقه ملح وفلفل اسود
وهحط الزعتر، هحطه وهقلبه كده. هقلبه وبعدين هحط الفشار، بس وهسيبه بقى براحته كده لحد ما يطقطق، وناخد بالنا وهو بيطقطق ان احنا نقعد نحرك الحله عشان الحله ما يلزقش فيها. كده الكبده خلاص ممكن نبتدي نقدمها. دي كده الكبدة خلصت. انا عامله النهارده مع الكبده رز بالقرفه والزبيب واللوز. انا كنت عملته قبل كده بس قلت عشان لما نيجي نقدم، يعني لو هنعمل الكبده دي نعمل معاها طبق الرز ده. هنقدم الرز اللي بالقرفه وجايبه معاه زبيب ولوز كمان. عشان اكننا بالظبط رحنا واكلنا بره بالظبط، بناكل الحاجتين دول مع بعض. الرز ده دايما بيتاكل مع الماكس جريل او مع الكبده المشويه او مع الكبده اللي بدبس الرمان زي اللي انا عاملاها. حط شويه زبيب كده في النص. مش قادرة احكي لكم الرز ريحته حلوة ازاي. بما ان في صنوبر نحط كمان صنوبر كده، وكده يبقى عملنا كمان الرز النهارده. كده الفشار تقريبا خلاص استوى وبطل يطقطق ويعمل الاصوات بتاعته. انا بس كنت عامله هنا طبق طحينه عشان الكبده والرز والبروكلي. نحط بس كده فيه اربع لوزات. اخر حاجه بقى الفشار. هنجيب الطبق وانا معايا تشكيله جبن، عباره عن جبنه تشيدر وجبنه موتزاريلا وجبنه تشيدر احمر. الاكله دي حلوه جدا في الشتاء، واحد بيبقى يعني سعان وعايز يتسلى في اي حاجه. والبارميجانا اهي نقلبهم. وطبعا انا اصلا متبله الفشار بملح وفلفل فجاهز. هنرش كده رشه هنا. هبتدي احطه كده. طبعا هو سخن جدا فانا مش قادره اطلعه بايدي. الجبنه طبعا عشان هو سخن هيسيح مجرد ما احطها عليه.
ولونه كده عشان الزعتر والملح والفلفل اللي احنا حطيناه فبقى متبل بس كده خلاص. بس وكده كمان عملنا طبق الفشار النهارده بالجبنه. يبقى النهارده عملنا بروكلي بالبقسماط والجبنه البارميجان، قليناه في البيض والبقسماط، وعملنا كمان كبده بدبس الرمان والصنوبر، وعملنا وقدمت معاه طحينه ورز بالقرفه واللوز والزبيب، وعملنا فشار طبلناه بالملح والفلفل والزعتر، وحطينا عليه جبنه ميكس تشيز تشيدر احمر واصفر وموتزاريلا. يا رب تكون الوصفات عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.